هانتوما البنات، صافي راه طاب. انا مخليه كيشرب شي شويه باش داك لاصوص يختار. هانتوما المريقه ديالو، هانتوما المريقه ديالو راه بدات كتختار. صافي انا غير عريت عليه، بان ليا فيه شويه، وضروري تخليو لاصوص باش غادي تغمسو. المهم انا غير شي شويه وغادي نطفي عليه، تقريبا واحد 4 دقائق، ماشي بزاف، 4 دقائق. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. غادي نوري، غادي ندير معكم واحد الطويجين ديال الكويرات تاع السرديل مع الروز. يعني حتى الناس اللي كيضرهم السرديل بهذه الطريقه ما غيضرهمش. انا غادي نوريكم، غادي نضيف فيه الكزبر يابس، اصلا كيعطي واحد البنه زوينه. هنا راه عندي مطيشه كنت ديجا طاحناها وديرها في الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف عليها واحد 3 الوريقات ديال سيدنا موسى، ثم غادي نضيف عليها واحد الفلفله مقطعاها، قطعتها حيدت لها الزريعه وداكشي وقطعتها بهاد الطريفات. وعندي واحد 3 طريسات تاع الثومه قطعتهم بهذا الشكل. دابا المطيشه راه طايبه وحتى الفلفله راه ما كتاش طيب بزاف. انا ديجا سلقت الروز، ها هو انا غادي نوريه لكم. نكمل معكم بعدا العطريه. يعني غادي نديرو شويه ديال الملحه، بسم الله، حاولوا ما نكثروش لان السرديل كيف ما كتعرفوا مالح. بالنسبه للحرور، اللي كيبغي الحرور يقدر يزيد شويه الهريسه مع السرديل، وهنا يضيف ديك السودانيه. اذا انا هنا ما غاديش نكثر الحرور، درت الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكمون، ما بقاش ليا الصراحه. انا غادي نمشي نجيب واحد شويه نديبانيه باش نقضي. المهم غير باش الرز هذا يطيب ما ياخذش ليا الوقت، يبقى الكمون تاع الخر نزيدو ماشي مشكل. وغادي نديرو شويه ديال التحميره، بالنسبه للقزبر يابس ما غاديش نضيفوه هنا، غادي نضيفوه مع السرديل. صافي غادي ندير واحد 2 معالقات ديال زيت الزيتون تقريبا، صافي، وغادي نديرو فوق البوطه وهنا معاكم. البنات صافي، راني درت الطاجين تاع طيب، درت فيه داك شويه ديال زيت العود. انا غادي نخطيه حتى يتبخ مزيان باش تطيب ديك الفليفله. وهنايا كيف ما كتشوفوا، خديت داك الروز العادي، داك الروز المدور الابيض، سلقته وصفيته، شفتوا. انا هنايا غادي ندير الماكينه ديال المطيشه، وديجا السرديل حيدت ليه الراس والسلسول ديالو، غادي نحيد ليه ديك الجلده. صافي وغادي نحطو هنا، غادي نطحنو عاد، غادي نخلط معاه العطريه وغندير شويه الربيع. هانتوما البنات، انا راه نقصت الروز، خليت غير واحد شويه. وبالنسبه للسرديل انا حيدت ليه القشره ديالو، شفتو، حيدت ليه القشره ديالو. وراز هذاك بالنسبه للشكر غادي يبقى في هنايا، ما غاديش نديرو، انا غادي نطحن وانا معكم نوريكم العطريه اللي غادي ندير. هاكا البنات، من بعد ما طحنت السرديل انا ضفت ليه شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس. بالنسبه للعطريه تقريبا نفسها اللي درنا في الطاجين، يعني مع ديك مطيشه والفلفله، صوف غنزيدو غير شويه ديال القزبر اليابس هو اللي غادي نزيدو. دونك شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ديجا درت واحد شويه، شويه ديال التحميره، ثم شويه ديال القزبر اليابس. ها نتوما نص معلقه ديال القزبر يابس، ماشي مشكل تكثروا، نتوما عارفين المزايا والمنافع ديال القزبر يابس، راه مهم بزاف. صافي وغادي نزيد واحد المعلقه ديال زيت العود، وغادي ندير واحد الربيع ديال الحامض مع لاصوص، ما غاديش نديرو مع هذا، نديرو مع لاصوص. صافي دابا غادي نخلط وغادي ندير كويرات. نتوما البنات، دونك نخلطو، نحاولو نخلطو مزيان باش تنسجم هذوك العناصر كامله. صافي هنا يمكن لكم تذوقوا، يعني كتهزوا غير الصبع ديالكم بحال هكا وكدي تذوقوه، كتشوفوا الملحه والحرور واش هو هذاك ولا خاصكم تزيدوا.
صافي هنايا انا غادي ندير كويرات متوسطين، ما كبار ما صغار. بغيتوا البنات ما ديروش الروز ما ديروش، انا مضطر مع فيه لاغوت لاغوت ما كي يعني السردين مخصوص يعني كاع الحوت الكحل مخصوص ياكلو، ولكن بهذه الطريقه يعني ما كتكونش كميه كبيره، ما كياكلش هو نيت كميه كبيره، وكنهرسوا داك الجهد ديالو بداك الروز. صافي اذا هنا البنات كندير غير كويرات بحال هكا، نديرو شي طبصيل ولا شي بلاطو صافي، ونحطو حتى نكملو ونبداو نستفو فيهم. انتما البنات انا كملت الكويرات كيف ما شفتو راه كيتبخ والكويرات بداو كيشدو. ردوا البال دوك اللي كيكونوا في الجناب حاولوا تحطوهم الوسط، حيتاش غادي نديرو الغلاقه ما خص تبقى حتى حاجه هنا في الجنب. صافي انا غادي نسد وغادي نخليه واحد ربع ساعه ونطلع عليه. نمشي دابا نقرص خبيزات. بغيت نشارك معكم هذا العصير، هذا صحي صحي بزاف. هنايا خديت الليمون، جوج ليمونات كبار، قشرتهم وقطعتهم وطحنتهم مع تقريبا كاس ونص الماء ولا جوج ديال الكيسان، وصفيتهم بالصفايه. عرفتي راه كيجي خاطر، شفتوه راه كيبان لكم كيجي خاطر، وطلق ديك الرغوه ديالو. ضفت معاه جوج ديال البنانات، وضفت معاه واحد الباربه كبيره مسلوقه ديجا وبارده قشرتها وضفتها، وضفت معاه شويه ديال الاناناس. هو الصراحه البنان راه حلو كيعطي الحلاوه، هو والباربه الا بغيتو الحلاوه بزاف غتزيدوا واحد المعلقه السنيده، صراحه ما تفوتوهاش. حنا بغيناه يبقى صحي دونك بغيتو يبقى صحي بلا ما تضيفوا السنيده، غادي تخليوه غير هكا. دونك الباربه الاناناس البنان وجوج ليمونات كبار، وانا غادي نطحنو غتشوفوا الشكل النهائي ديالو. ها نتوما البنات صافي راه طاب، انا مخليه كيشرب شي شويه بدا باش داك لاصوص يختار. ها نتوما المريقه ديالو، ها نتوما المريقه ديالو راه بدات كتختار. صافي انا غير عريت عليه بان ليا فيه شويه، وضروري غتخليو لاصوص باش غادي تغمسو. المهم انا غير شي شويه وغادي نطفي عليه تقريبا واحد 4 دقائق، ماشي بزاف 4 دقائق.